جيتيش ليه المكتب؟ صح يا مكسلة وتعبانة. سلامتك، بس أنا اتعودت إنك تكوني موجودة. ما جاتش على يوم يا حبيبي. وإيه نظامك بالليل؟ أوعي تقولي نازلة. عندي عزا. يا نيرة عايزين نقعد مع بعض، أنا محتاج أتكلم معاكي. قريب. ماشي يا نيرة، هخلص وأجي نتكلم. أوكي، باي. أنا بحس في عينيك غيرة منه. باين عليا قوي كده؟ آه. طب والحل إيه؟ خلينا كده شوية. أيوة بس أنا اللي أنا هقول لك عليه هو اللي هتعمله لو عايز تفضل معايا. تمام، نتكلم بعدين. قفشت صح؟ لا، عندي شغل. هو انت بتقبض كام في الجيم اللي انت بتشتغل فيه؟ ها؟ 3000 جنيه. خد اجازه وما تروحش الجيم. ايه دول؟ ايه شايفهم ايه؟ انا عايزاك تتبسط، نسهر. عايز اخرج معاك يا علي من غير ما تشيل هم ومن غير ما تشيلني هم اي حاجه. انا كمان مش عايزك تفكر في ايه اللي بيحصل. خلينا نعيش الساعة بساعة. لو حسبتها هبعد عنك، ولو انت كمان حسبتها هتمشي، وانا مش عايزك تمشي ولا انا اقدر امشي. انا بحبك قوي على فكرة. ويدنج بلانر؟ كنت استلم العروسه والعريس قبل الفرح باسبوعين لغايه يوم الجواز، واحيانا كمان كنت بحجز لهم الهانيمون. اخر فرح عملته هو فرح اخت وليد. طب وليه اخر فرح؟ بعدها ماما تعيش انت، وانا اتجوزت ووليد قعدني في البيت. عارف الغريب في الموضوع؟ ان انا فرحت عرايس كتير، واول ما بقيت عروسه ما شفتش الفرحه. ظهر ان انا غلطت اني فتحت الموضوع ده. عارف يا شريف، انا حاسه ان انا جات لي عقده من فكره الجواز دي. طيب انا هعمل نفسي ما سمعتش حاجه. طب انت ليه مش عايز تريح الشغل؟ السوق بقى فيه ناس كتير اشطر مني دلوقتي، وانا ما بقتش قادره العب نفس الدور اللي كنت بلعبه معاهم. خليني اساعدك. حاضر، بس ممكن تديني وقتي وما تضغطنيش؟ حاضر. ممكن تضحك بقى؟